الأحداث الخضراء الأخيرة لا خيار أمام جميع التيار الصدري أو الإطار التنسيق أو حتى باقي التحالفات والكتل السياسية، لا خيار أمامهم سوى الحوار السياسي، سوى طاولة الحوار والتهدئة. خيار التهدئة هو خيار الأفضل للجميع لحفظ أمن العراق وحفظ حياة المواطنين العراقيين. خلال 20 سنة عاشوا الكثير من المأساة، ما من المعقول أن نعيد المأساة من جديد. من المتوقع يعني أمميا المرجعية الدينية الكتل السياسية والشارع كلهم يريدون التهدئة. حل البرلمان هاي أول شيء من صالح الشعب العراقي، زين ولا لأن البرلمان أذى الشعب العراقي. وشغلة ثانية يجتمعون الكتل السياسية زين لتشكيل هذه الحكومة، وبعيدة عن الفاسدين وبعيدة عن المحاصصة وبعيدة عن فتح مكاتبهم لجلب المواطن العراقي بالسلة الغذائية و50,000 دينار يعطونه حتى ينتخبونهم، زين ولا لا؟ احنا نريد حكومة وطنية وحكومة سياسية يجتمعون على طاولة طرفين. إذا لم يتفق الإطار والتيار سوف تكون هناك مظاهرات حاشدة، وأتوقع سوف يكون عصيان مدني، وأنا أطالب بالحوار والتهدئة، لا للعنف لا للقتل، نعم للسلام. من خلال قناة كريمة أدعوهم للتحاور. أريد توحيد، أريد يسوون انتخابات، خلي يسوون انتخابات جديدة. حل البرلمان حل المشكلة، إذا حل البرلمان تنحل المشكلة، بس إذا ما نحل البرلمان ما تنحل المشكلة.